بلادنا التي تحتضننا جميعا وإن جارت علينا عزيزة، وأنه مهما حاولوا يستولوا عليها واحد الناس الذين يعتقدون أن عندهم الإمكانيات، عندهم الفلوس، عندهم السلطة، عندهم القدرة على احتكار كل شيء، عندهم القدرة على أنهم يفصلوا الواقع كما بغوا، كنقول لهم بأننا سنظل صامدين إلى جانب المغاربة البسطاء، إلى جانب هذا الشعب المناضل الكريم. فلذلك الإخوة الأخوات، بغيت نقول لكم في هذه الكلمة المختصرة لأنه ما خلوش لي الإخوان في الحقيقة في الاتحاد ما أقول، اليوم المغاربة وكأنهم كيعيشوا أكبر كاميرا خفية يمكن أن تنظم في التاريخ. خلي عليكم هذيك الكاميرات الخفية ديال الإعلام الرسمي، ديك التفاهات والسطحيات اللي كيبغيو يغرقونا فيها باش ما ننتبهوش إلى ما يجب أن نقوم به في الواقع. منين جاء رئيس الحكومة الحالي الأستاذ عزيز أخنوش مع الحزب ديالو، قبل الوقت ديال الانتخابات، جاء عند المغاربة ودار واحد العدد هائل من الوعود، مسار الثقة، 100 يوم، 100 مدينة، 100 إجراء، كيقول المغاربة احنا رحنا قادين، غير صوتوا علينا غنزيدكم في الفلوس، غنقصروا عليكم في احوال المعيشة ديالكم، غتكون افضل القدرة الشرائية ديالكم، غنرفعوها، غنفرقوا عليكم 2500 درهم الواحد، ويلا ما حققناش هذا الشيء اجيو رجمونا بالحجر. القطاع الخاص، القطاع الفلاحي، العمال ديال الضيعات الفلاحية، لأن هذا الوزير، هذا رئيس الحكومة الذي كان وزيرا مشرفا على هذا القطاع، عنده العصا السحرية باش يدير اللي بغى، رصدت له الملايير الملايير في المخطط الأخضر اللي بقى كيتغنى علينا لسنوات وسنوات بأنه حقق ما لا يتحقق في الفلاحة وفي الماء، وانتم كتشوفوا اليوم في وهو يترأس الحكومة ما قديرش نوصلوا للمنتجات الفلاحيه اللي بلادنا كتنتجها. حنايا اللي كنصدروا للناس مطيشه، حنايا اللي كنصدروا للناس كل المنتجات الفلاحيه هنا في سوس، في الضيعات التي استنزفت الفرشه المائيه ديال سوس باش تنتج البواكر والحوامض والخضروات اللي كتوجه اليوم للخارج. في اوروبا الناس كتوصلهم مطيشه المغربيه، والمواطن المغربي كتعقلوا شنو داز علينا في رمضان، لا يجدون ما كيلقاوش المنتجات الفلاحيه البسيطه باش يعيشوا. اكثر من ذلك، اليوم حنايا في ازمه مائيه قاتله، وحمد الله ان الحكومه السابقه اللي دارت محطه التصفيه ديال انشاد ب 4.4 مليار ديال الدرهم، واللي كان فيها اشراف ملكي بعد ما دخلت الحكومه واخذت الامور بيدها باش تخرج، كتعقلوا قبل المحطة بقليل شنو كان واقع في جهة سوس؟ كتعقلوا الانقطاعات ديال الماء والتهديد الكبير في الماء الصالح للشرب لأكادير الكبير، دون أن أتحدث على الأضرار الكبيرة للفلاحين في سهل الشتوكة، باش كيجيو اليوم هذه الحكومة اللي عندها كل شيء، شرات الصحافة، شرات الإعلام، الإعلام الرسمي معاها، المجالس الدستورية عمرتها بالناس ديالها، النقابات الجادة والحقيقية بحال الاتحاد الوطني للشغل المغرب زولتهم باش تخلي غير النقابات اللي تابعينها بالدلال وبالتصفيق، الأحزاب السياسية الجادة ومنها حزب العدالة والتنمية داروا له كل شيء، كل ما تتخيلوه باش يزولوه، وعطاوها جميع الإمكانيات باش تجي اليوم وتبقى تكذب على المغاربة. ولينا حتى محطة التصفية ديال إنشاد دارت بالامكانيات الماليه الشخصيه ديال السي عزيز اخنوش، والله يجازيه بخير. لذلك انا قلت لكم انها اكبر كاميرا خفيه يستفيق عليها المغاربه، اللي كانوا كيقولوا لهم، على الاقل الناس كانوا كيقولوا حزب العداله والتنميه مزيانين، ماشي شفاره ماشي، ولكن ما في يديهمش مساكن، ما خلاوهمش يخدموا. ايوا جات هذه الحكومه اليوم اللي ما في يديهاش وما كتخدمش وما مزياناش، وبلا ما نزيد شي حاجه اخرى، واليوم يستفيق المغاربه على انهم فعلا كانوا ضحيه حقيقيه، لانه كنعقلوا على وقت الانتخابات كلشي تصبغ بالزرق، المغاربه كانوا كيعتقدوا بانه غيجي رئيس حكومه سوبرمان، حتى حاجه ما كتحبسو، عنده كل الامكانيات في الدين الماليه وامكانيات الولوج الى القرار في السلطه،
كيفاش كانوا كيروجوا للناس. جا اليوم انا غنتناول غير واحد الملف، راه السي رشيد والاخوان نهضروا على بزاف ديال النقاط، الملف الذي يزعجهم وما كيبغيوناش نتكلموا فيه ديال المحروقات ديال ليسانس والمازوت، لانه منه بدات الازمات اللي ما بقيناش عرفنا نحبسوها. الا كان رئيس الحكومه عنده الامكانيات وباغي يدير الخير، حنا ما قالوا حتى شي واحد يدير الخير من الجيب ديالو، قلنا له وهو اللي عنده، هو نفسه يوجد في وضعيه تنازع المصالح وضعيه الاحتكار من خلال ترأسه، وهو رئيس حكومه لشركه اللي هي كتحتقر السوق ديال المحروقات، يدخل يدير اجراءات فيها ماشي من جيبه الخاص ولا باش تخسر الشركه ديالو، يحترم فقط توصيات ديال هيئات رسميه. رجعوا قراو تقرير مجلس المنافسه اللي كيقول له بانه الشركات ديال المحروقات كتحقق ارباح استثنائيه خياليه، خاصها تفرض عليها ضريبه استثنائيه باش تدخل الدوله الميزانيه ديال الدوله امكانيات اللي غنقدروا نعاونوا فيها الناس مساكن المحتاجه. في الوقت اللي رئيس الحكومه واحد الاجراء اللي كيعرف يديره كل مره كيتدخل باش يرفع رسوم ديال الاستيراد على واحد المواد ومنتجات اللي موجهه لواحد الفئه اللي حنا الى حدود اللحظه ما عرفناش شنو هو الاثر ديالها على القدره الشرائيه المباشره ديال المواطنين. فين ما كيدوز شي مجلس حكومه كيقول لك درنا اجراء ودخلنا وحيدنا رسوم الاستيراد على مواد مستعمله في الانتاج الفلاحي وغيرها، ولكن حتى شي واحد ما كيتبع لنا شكون هي الشركات التي تستفيد من هذه الاعفاءات الضريبيه اللي يفترض انها كتضيع ميزانيه الدوله في الامكانيات لما كتمشي. وعلاش ما سمعناش منين نرفع الضريبه ديال على الشركات من 31% 40% تستثنيت منها شركات المحروقات؟ يشرحوا لنا اليوم علاش في الاول جاو كيقولوا لك لا راه كاينه الحرب بين اوكرانيا وروسيا وراه غلا البترول في العالم، كنشريوه بالغلا اذا كنبيعوه للناس في البومبات بالغلا مزيان. ومنين تم حصار روسيا حصروها اوروبا الغربيه وما بقاتش لاقيه فين تبيع الغاز ديالها، ولات كتخرجوا بالباطوات في عرض البحر وكتبيعوا برخص التراب لان ما عندها ما دير به، خصها تزول لان عليها الحصار ما عندهاش فين تخرجوا. واش كتعرفوا اليوم بانه تقارير اعلاميه ذات مصداقيه كتقول بان المغرب عبر شركه، ماشي المغرب حيت كاين المغرب الدوله والشعب وكاينه شركات كتسمى راسها عندها الجنسيه المغربيه هي اكبر مستورد اللي كتدخل البحر وكتشري من عند رواسه الغاز باثمانين وكتعاود تصدروا. اليوم راه تقارير اعلاميه في اسبانيا كيقولوا بانه راه هاد الشركات كتشري وكتعاود تصدروا لهم في الوقت اللي نتوما كاملين كتعرفوا منين كنمشيو. عقدتوا على الوقيته ديال حكومه عبد الاله بن كيران فين كان كيتباع المازوت والغازوال ب 8 دراهم في البومبه، عقدتوا. وعقدتوا على الذباب الازرق والصحافه اللي مشريه وكل شيء كيخرج كينتقد، اللهم ان هذا منكر. 8 دراهم فين هما الناس؟ فين هما الناس اللي قرب واحد الوقيته ليسونس يوصل 17 درهم خلصنا فيه ومازال كنخلصوا فيه؟ رئيس الحكومه يخرج يقول لنا راه المعارضه منها المجموعه النيابيه الحزب ديالنا العداله والتنميه طلبت بتشكيل لجنه تقصي حقائق على هاد الحقائق ديال الغازوال الروسي. حتى شي واحد ما بغى يسني معاهم. عرفتوا علاش حجموا حزب العداله والتنميه وعطاوه غير 13 دور صغير ما خلاوش له عدد ديال المقاعد اللي كلاوها لنا؟ علاش؟ باش ما يخليوش لك حتى شي عتبه دستوريه. بغيتي دير لجنه تقصي الحقائق ما عندكش العدد، بغيتي تصيب لمهمه استطلاعيه باش تجيب المعلومات ما عندكش العدد، بغيتي تطعن عند المحكمه الدستوريه في شي قانون اللي كتعتبر انت بانه غير دستوري ما عندكش العدد. اذا خلاو الحزب ديالنا داروا كل شيء باش يردوا حزب صغير وهو بزاف عليهم يكون صغير، لان حزب العداله والتنميه سيظل حزبا كبيرا بحضوره السياسي بمصداقيته بالاداء اللي داروا. على الاقل يشرف هذا الحزب انه خرج، ما يقد حتى شي واحد يقول بان الناس ديالو جاوا الحكومه باش يبيعوا ويشريوا في عباد الله وباش ينميوا الثروه ديالهم. ثروه رئيس الحكومه حنا ما كنقولوش هذا الشيء من عندنا، حتى شي حاجه ما كنجيبوها من عندنا، باش ما يقولوش الناس لا، لانه في المعارضه كنتكلموا ثروه رئيس الحكومه عبر من فوربس الشهيره اللي عندها مصداقيه واللي كترصد الثروات ديال الناس هما اللي قالوا بانه الثروه ديال
رئيس الحكومه بوحده من دون المغاربه ضعفت في الازمه ديال كورونا اللي كلشي كان مسدود، كلشي كان مسدود، اللي عنده شي ادخار خرجوه، اللي كان مسكين جامع شي حاجه خرجها، اللي عنده شي حاجه باعها باش يقدر يعيش، تجار خسروا، مالين القهاوي، مالين الريستورات، مالين المؤسسات السياحيه، الفلاحه، الصناعه، التجاره، كلشي خسر في الوقت اللي رئيس الحكومه بوحده هو اللي تزاد الثروه ديالو. يخرج يشرح لنا هادشي، يفهمنا كيفاش كيدير، الثروات ديالهم كتزاد، عنده وزراء في الحكومه ديالو اللي عندهم تنازع مصالح. واش عباد الله كتعرفوا وزير دار شركه، وزير من نفس الحكومه كيعطيه الدعم باش ينمي الشركه ديالو من البرامج ديال الدوله، وكتجيو في الاخر كتقولوا لنا حكومه اجتماعيه. على من تكذبون؟ فوقاش عمر المغاربه حسوا بان هناك حكومه لا تشبههم، حكومه ما كتهزش لهم الهم، وزراؤها كيتديبلاصاو بالطائرات الخاصه في الوقت اللي عموم المواطنين والمواطنين تقهروا. وشوفوا انتم غلاء الاسعار، كيفاش ممكن هذه الحكومه تبرروا؟ حكومة وهمية فاقدة للشرعية، حكومة وهمية فاقدة للشرعية، حكومة وهمية وفاقدة للشرعية. لو أنه هذه الحكومة حاجة وحدة اللي تزادت، جوج الحوايج، ثلاثة الحوايج، عندهم مبررات، حنا غنقولوا راه هذا الشيء فعلا كتكون فيه ظروف دولية، راه كانت الحرب في روسيا، وكان سياق اجتماعي صعيب، وسياق اقتصادي عالمي صعيب. ولكن واش نتوما ما كتلاحظوش الاخوان الاخوات بانه كل شيء تزاد بطريقه متزامنه وبطريقه مريبه وغريبه؟ كل شيء، المواد الغذائيه، المواد الاستهلاكيه، النقل، كتمشي دابا كتخلص شي مدرسه كيقول لك زدنا لانه كل شيء كيزيد. علاش زدتوا؟ شرحوا لنا نتوما علاش زدتوا. كتمشي شريتيها ولا اي خدمه تعاملتي معاها كيزيدوا فيها، علاش؟ لانه كيقول لك ايوا حنايا دابا كلشي زايد، حتى حنا زايدين. اذا حنا ما عندناش اليوم حكومه، ترى ما تصنم ما الا ما يوقع الغلاد، المغاربه والاولاد تلي حكومه ببساطه، ما كايناش حكومه اللي غتدخل واللي غتفرض الهيبه ديالها. واش كتعرفوا بان هذه الحكومه خرج بنك المغرب كيقول عليها كلام اول مره في التاريخ، وخرجت المندوبيه الساميه للتخطيط كتقول كلام، والحكومه كتقول كلام، لاول مره المغربي كيجد نفسه عاجزا على غير يفهم شنو اللي كاين، واش بنك المغرب اللي كيقول الحقيقه او لا الحليمي. المندوبيه الساميه للتخطيط عطي شنو قال لنا الحليمي؟ قال لنا شوف، غلاء الاسعار ما غيهبطش، التضخم غيبقى، رسالتي للمغاربه عيشوا مع هذا الشيء، تعلموا تعيشوا مع هذا الشيء. هذا مسؤول سامي عارف بانه ما عندناش حكومه التي ستنقذنا من هذا الواقع الاقتصادي المتردي اللي وصلونا ليه. وعرفتوا علاش وصلنا لهذا الشيء؟ قالوا الاخوان الان في الشعار حكومه فاقده للشرعيه. شتي الحاجه اللي كديرها بالتخلويض وبالغش وبالظلم وبالكذوب وبالوعود الزائفه وبالفلوس، فاش كتشري فيها الدمام ديال الناس لا يمكن الله سبحانه وتعالى يسخر فيها. راه هذه هي الحقيقه. يا الكذابة قولي، يا الكذابة قولي، يا الكذابة قولي. هذه حكومة الحقرة، حقرة. يا حنوش يا جبان، شعب المغرب لا يهان. يا حنوش يا جبان، ايوا. المهم حنا الان كنقولوا الوقائع اللي كاينه، ما كن لا نمسوا احدا في شخصيه يدبر راسه، ولكن الحقيقه ان هذه حكومه ديال الحقرة. النهار الاول جات ست قوات وكانوا في السماء طايرين السماء، تعقلوا على ما قبل الانتخابات. استقوات على الاحزاب الجاده، منها الحزب ديالي، استقوات على النقابات الجاده قصتها. الاتحاد الوطني للشغل المغرب داروا له كل شيء باش يفقد التمثيليه، ومع ذلك بقى كيتقاتل وثابت. وصبروا مناضلين حقيقيين بحال سي انضام مع العمال الفلاحيين والعاملات الفلاحيين والمناضلين ديالنا اللي بقاو مع العمال في مختلف القطاعات، بقاو مع الموظفين، تقاتلوا باش جبنا التمثيليه ديالنا في القطاع الخاص حدا النقابات اللي كتعرفوا اليوم شكون اللي مدعمها. كتعرفوا بانه كاينه نقابات كتخرج بوجهها احمر كيقولوا حنايا ساهمنا باش يطيح حزب العداله والتنميه، تطيح الحكومه ديالو. عمركم لقيتوا شي نقابه كدير ادوار نيتيه ديال الحزب، كتسخر الباترونه والاحزاب ديال الباترونه ضد مطالب العمال؟ واخا انتم زولتوا حزب العداله والتنميه وزولتوا نقابه الاتحاد الوطني للشغل المغرب ذات المصداقيه، تبغيو ولا تكرهوا، اكثر نقابه حاضره
وموليها يناضلون مع العمال وكيلقاوهم فوق الكحزة مع المستخدمين مع الموظفين هما اتحاد الوطني للشغل المغربي. وإلا كان عندكم الوجود أو العدم في يديكم غير عدمونا ما تبقوش موجودين، ولكن الوجود ديالنا من عدمه يوجد في يد الله سبحانه وتعالى. وحنا الثقة ديالنا في الله سبحانه وتعالى هي اللي خلاتنا ثابتين رغم الظلم الذي مورس في حقنا، وما عمرنا ما قلنا شي حاجة خايبة في بلادنا وما عمرنا ما غنقولوا شي حاجة خايبة في بلادنا. ونعرف أن المغرب اللي عليه تحديات كبيرة اليوم من الجيران ديالنا جزائريين، الله يهدي علينا الشعب الجزائري، والله ينتقم من الظلمة الذين يعتبرون المغرب عدوهم وهو يمد يده في كل وقت وحين لإخوانه وجيرانه. علينا تحديات دولية، أنتم كتشوفوا هذا الشيء اللي واقع في تونس، في ليبيا، في سوريا، في السودان الشقيقة التي نتأسف لما آلت إليه أوضاع هذا الشعب الطيب. احنا عارفين بأنه بلادنا نهار غتوقف علينا في المعقول، والمعقول غيجي لأنه المستقبل في يد الله، ولكن الظروف صعيبة اليوم في السياق العالمي والدولي. نهار كتوقف علينا بلادنا كتلقانا رجال ونساء وطنيين مسؤولين ما كنتحاسبوش مع بلادنا شنو دارت فينا قبل أو بعد. نهار كتوقف علينا كتلقانا، ولذلك احنا كنقولوا المناضلين ديال الاتحاد الوطني للشغل المغربي اثبتوا في 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 مواقعكم، صمدوا وصبروا، لأن هذه البلاد ما يمكنش نسلموها فقط للذين يعيدون. أنا عندي لائحة طويلة ديال الوعود راني قلتها في التلفازة وعودوها الإخوان وعارفينها. طحنوا الناس في مطالب بسيطة اللي كان ممكن يعطيوها لهم، كانوا وعدوا الناس باش يعطوا 300 درهم عن ثلاث الأطفال الأوائل لكل الأسر المغربية، وهذا الشيء تم التعهد به أمام جلالة الملك نفسه اللي مشرف على ورش الحماية الاجتماعية. ومع ذلك هذيك 300 درهم اليوم اللي خصها توجه لكل الأسر المغربية مازال ما تسلموهاش على غرار ما يتسلموه الناس في القطاع الخاص. المطلب الآخر هو 2500 درهم رجال نساء التعليم لا زالوا ينتظرون، فينا هي؟ كذوب. المطلب الآخر هو منحة الولادة اللي غيعطوها للعيالات المساكن اللي ما عندهم حتى شي حاجة، اللي ما كيستافدوا من حتى شي حاجه. قالوا لهم ملي كتولدي الولد الاول، اللي انا كنتكلم على الفئات المسحوقه اللي في الفقر، غنعطيوك 40000 ريال 2000 درهم على الطفل الاول، وغنعطيوك 1000 درهم على الطفل الثاني. فينا هما؟ عمر شي مره هنايا ولدات وصلوها مسكينه بشي حاجه؟ اكثر من ذلك المسنين الناس الشارفين اللي عندهم 65 سنه شنو قالوا لهم؟ قالوا لهم حنايا نتعهد، وهذا الشيء مكتوب عندهم في في البرنامج الحكومي، غنعطيكم 1000 درهم 20000 ريال. وباش ما يقولوش لنا لا بلاتي نتسناو حتى نهايه الولايه، كاتبين هما بانه في 2022 غيبداو هاد الناس الكبار يتسلموا 400 درهم 8000 ريال. كاين شي واحد هنا؟ انا نقول لكم واحد الحاجه، شتي هاد الحكومه ما بقيناش طالبين منها حنا لا زيادة في الأجور ولا منح ولا تعويضات ولا مراجعة الضريبة على الدخل اللي قالت غترجعها في 2023، ولا تزيد الزيادة العامة في الأجور اللي قالت راه غديرها في الحوار ديال 2023. حنا دابا راه حنا غادي ل 2024، هاد الحكومة تعطينا غير بالتيسع، تعطينا غير بالتقار وتوقف. خالدي قاز خالدي قاز حكومات الدبانة، خالدي قاز خالدي قاز حكومات الدبانة، خالدي قاز خالدي قاز. أنا غنختم لكم بأن المغاربة اليوم طالبين يرجعوا غير كما كانوا قبل ما تجي هذه الحكومة، ترجع لهم غير المعيشة، الأثمان ديال المواد الأساسية، نسب التضخم ترجع كما كانت، نسب النمو تطلع كما كانت. الوضع عرفتوا المجلس المنافسه شنو قال؟ قال حتى الحدود 2018 2019 كان الاثمنه ديال ليسانس والمازوت الا طلعت في السوق العالميه كتطلع عندنا، الا هبطت كتهبط عندنا. هو بنفسه قال في التقرير ديالو ماشي حنا، انه ابتداء من لين جات هذه الحكومه 2022 ما بقاش ترابط، البترول كينخفض برا كيتزاد عندنا هنا. علاش؟ مطيشة كينتجهد في الفلاح البسيط كيبيعها بواحد الثمن كتوصل للمستهلك بأضعاف مضاعفة. علاش؟ كتعرفوا أن الحكومة الحالية دابا اليوم عندها جوج د الحوايج، لا راه هادشي ديال حكومة العدالة التنمية، لا راه هادشي خلاتو لنا حكومة العدالة التنمية في الوقت اللي عزيزة خنوش نابت ثابت في كل الحكومات ديال العدالة التنمية وما قبلها، وهو هنا كاين في الحكومة مع الحزب ديالو، عنده القطاعات الإنتاجية، القطاعات الإستراتيجية، الفلاحة. فين وصلنا اليوم؟ رئيس الحكومة في الفلاحة، فين وصلنا؟
وصلنا الى الماء ما بقاش، حنا مهددين بازمه عطش، لانه كان في البرلمان جا قال لك لا راه الفلاحه كيبغيو يديروا لافوكا لانها كتربحهم، في الوقت اللي حتى شي واحد ما كيبغي يدير لنا القمح. واش كتعرفوا بان الامن الغذائي ديالنا مهدد؟ انه هاد الازمات العالميه اللي كاينه حنايا كمغاربه مهددين باش ما نقدوش ناكلوا نلقاو ما ناكلوا في بلادنا. في بلادنا حنا اليوم ما عندناش الماء ما نشربوا، مهددين. راه كتشوفوا اليوم هاد شويه ديال الشتاء اللي رحمنا بها الله سبحانه وتعالى، ولكن راه في عده مناطق كاين اليوم الان الجفاف، والناس عاد مقبلين على صيف صعب، وما لاقيينش المواد الاساسيه البسيطه. الدجاج الناس ما بقاوش قادين يشريو، السردين الناس ما قادينش يشريو. هي كتقول لك انه يوجد مضاربين، ما عرفاهمش. دابا الحكومه ما عرفاش المضاربين اللي كي من سلسله الانتاج والتسويق. اذا بمعنى انها حكومه فاشله غير قادره على انها تعمر بلاصتها ودير الادوار ديالها. ولذلك انا ساختم بانه الحكومه الفاقده للمشروعيه في الاول ما تجيش تقول لنا لا راه انا جيت بالانتخابات. الجميع يعرف كيفاش تمت الانتخابات، والجميع يعرف شنو هي الامكانيات اللي دارت باش يجي الحكومه الحاليه والاحزاب ديالها. عندها كل الامكانيات، عندها الصحافه، عندها الاعلام، عندها البرلمان، عندها الاغلبيه، عندها النفوذ. ما كاينش اللي كيبلوكيها، ما كاينش اللي كيوقف وجهها كما كان يحدث لحكومات العداله والتنميه. ايوا تورينا حنا تديها، تورينا حنا تديها، ترد لنا الوضع غير كيما كان منين كانت حكومه العداله والتنميه، سواء حكومه عبد الله بن كيران ولا حكومه سعد الدين العثماني. ولذلك انا رسالتي النهائيه لكم ايها المناضلون والمناضلات، الموظفين والعمال والمستخدمين، الله سبحانه وتعالى كيبدل الحال باحسن من حال، واللي عنده الثقه في الله سبحانه وتعالى هذه بلاد الشرفاء وبلاد القران الكريم. كتشوفوا فين ما كدار شي مباراه في العالم على القران الكريم كيفوزوا بها المغاربه. المغاربه ايمانهم الصادق وتشبتهم بقيمهم والتضامن اللي كاين بيناتنا هو الذي ينقذنا. والحمد لله انه كاين جلاله الملك الضامن الاستقرار ديال هذه البلاد والذي يوحد. اما يكون بقينا في دادو راه ما نعرفوش فين ممكن يكون المآل ديال الشعب. نسال الله سبحانه وتعالى الخير، الله يرحمنا والله يتولى هذا البلد ديالنا بكرمه وفضله واحسانه، ماشي بشي حاجه اخرى. وان شاء الله ستاتي محطات اللي المغاربه غيقولوا فيها الكلمه ديالهم، لانهم الان وعاوا وفهموا وفاقوا من هذيك كما قلت لكم الكاميرا الخفيه اللي كانوا معيشينها فيهم شي وحدين بوعودهم الزائفه والكاذبه. والله يلاقينا ان شاء الله بسعد الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.